بلدة معربة في محافظة درعا 16/5/2012 قذائف الهاون من عصابات الأسد المجرمة التي انهالت على رؤوس المواطنين العزل. حتى خزانات المياه لم تسلم من أذاك يا بشار الأسد. تبت يداك يا ابن الأسد، تبت يداك يا ابن الأسد. مع أبي لهب. انظروا انظروا إلى قذائف مدافع الهاون التي انهالت على المواطنين العزل. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار الأسد. انظروا إلى المياه، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من طغى وتجبر. آثار القصف العشوائي والهمجي من قبل كتائب الأسد المجرمة على بلدة معربة 16/5/2012. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.